بعلمك صارت أحلى لأنه ديما من بعلمك. ديما راعد، أنا اليوم مسرور جدا أني ببيتك بالصنايع. ديما راعد الفنانة المخضرمة الرسامة المشهورة واللي أعمالها جميلة جدا، واللي صرنا أصدقاء من خلال انضمامك للرسامين الأساسيين والفنانين الأساسيين بورد أرت كولكتر. شكرا لاستقبالنا أنا مارون عندك اليوم، رقم واحد. ورقم اثنين بدي أسألك يا دغري، ماذا يعني الفن لديما راعد؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وأنا كتير كتير كمان مسرورة أنه لقيكم عندي بهالابتسام اللي عندك مثل العادة أستاذ مونير، هيك الرياح النفسية. طبعا مرسي لكمان مسيو مارون. بالنهاية عم تسأل سؤال، أنا بالنسبة إلي الفن هو وجودي، يعني حالة وجودية. يعني تخيل أنت حياتك بدون فن، الفن يجمع الحياة كلها. يعني ممكن يقول لك الواحد أنه ليه، يعني أنه الرسم منه بهال، يعني أنه شيء كمالي. لا، مش شيء كمالي، إن كان الرسم أو المحت. أكبر شواهد لتطور الفكر البشري هن الشواهد التاريخية اللي تركها الرسم والنحت. وأولى اللغات هي الرسم، كان قبل ما في لغة. اللغة عم تحكي عن الإنسان القديم، كيف كان يرسم يعبر عن نفسه، ما هي هيدي. أو حتى التخاطب، يعني كان يتخاطب بالرسم، يرسم له على الحيط. أول لغة هي الرسم، هي التشكيل ليعبر. بعدين إجت اللغة. يعني اللغة، يعني هلأ نحن أنه منقول التطور الفكر البشري هو عبر هالشواهد التاريخية من خلال الرسم. هذه إذا ما نحكي تاريخا. أما اليوم فهو حاجة ضرورية لكل شيء عم بصير عنا. أنت بالرسم فيك تترك أثار ضخمة ومواقف ضخمة وتقلبات مجتمعك السياسية والثقافية والفكرية والفنية، الفنية يعني، من خلال الشواهد اللي بتركها الرسم والنحت. ديما، تعتقدي انه الفن لا يموت؟ طبعا لا يموت، واكبر دليل انه لحد الان، لانه هو الفن ابداع. واليوم اللي بيوقف الابداع، يعني الفكر البشري وقف. يعني الرسم منا عملية فقط ريشة ولون وانشراح، يعني او انه والله مبسوط حطتها عندي بالبيت. لا، هي عملية فكرية فعلية. يعني التقلبات اللي صارت، كل الثورات اللي انعملت، اساساتها هي كانت التصادم الفكري، الحرية الفكرية من خلال الرسومات. يعني قبل كانوا مثلا يعني كيف عم بقول شواهد تاريخية، لما كانوا يرسموا الكنائس او البورتريات او الاشياء بس لفقط النبلاء، البورتري يعني هذا كان الرسم. كانت بوقتها ما في، كان بالكلاسيكي، يعني بده يجيبوا 100%. صحيح. وكان الفن في ذلك الوقت للملوك والنبلاء، للنبلاء القادرين ماليا ليشوفوا حالهم. تماما. بينما تحولت هيدي الحالة الى الذاتية الفنية والابداعية وتطورت بشكل هائل. لذلك اجت المدارس الكبرى من بعد الكلاسيكية، بعد من الواقعية، يعني ما بدي أعدهم لأنه حصير عامل أستاذي هلا. أنت أصلاً أستاذي بالجامعة، ما بدي هلا أستاذ ودكتورة بالجامعة، وهذا الشيء نحن بنفتخر فيك وهذا الشيء بسرنا. إيه، بس ما بدي هلا أستاذ، يعني أقعد أذكر نحن بدنا نوصل لماذا الفن وجوده. هو بيعبر لك عن التطور. يعني بأي معنى التطور الصناعي حتى اللي صار بأوروبا، ووقت اللي صارت قصة الكاميرا والثورات اللي صارت كمان الصناعية، قلبت كمان مفهوم الفن. صار الشخص الذاتية الإنسان قبل ما كان يمضي حتى أنه كل شغله رايح لحدا، لهو ينبسط بحاله لحدة تاني، أو ليمثل فكرة دينية، أو يعني فقط، أو ليرسم ملك أو واحد من النبلاء أو سياسيين، يعني ذلك الوقت. لا، الفن مهمته غير هيك، مهمته إبداعية وتطويرية. لأنه أنت لما بتحكي بالتجريد، التجريد مع أنه يعني مدرسة من المدارس، ما وصل فجأة بس أنه تحط ألوان يعني مش مفهومة.
التجريد القوي إجا هو تطور للواقعية، للانطباعية، للتكعيبية. يعني كانوا يعملوا اجتماعات كبيرة فلسفية فكرية، مرتبط جدا الرسم والمعاصر او الحديث او اللي جاي هلا اللي بدنا نحكي عنه الكونسبتيال. يعني هلا صرنا كمان نعتمد على الفكره، على الكونسبت. نعم. يعني مرتبط جدا بتطور الافكار وبالفلسفه. نعم. يعني هي عمليه رياضيه ايضا حتى ما يوقع اللون. يعني كانوا قبل يشتغلوا تكوين التريانجل، هيدا تريانجل دور، انه مش انه والله عملنا لوحه في كادر بياخدوه. تخيل انت قديش الدنيا كبيرة، ما حتيجي ترسمها كلها. مرات بتاخد جزء صغير تعطيك اللحظة والمكان والشعور. حلو. هي تكوين وجودي. ديما وقت دخلت على الفن، ديما رعد وقت دخلتي على الفن، كنت بتعتقدي انه رح توصلي للحظة اللي انت اليوم فيها وعلى هذه الكرسي صح التعبير، سواء بالجامعة أو باللجان التحكيمية أو حتى بالمقابلات التلفزيونية؟ بمعنى آخر، لماذا دخلت ديما رعد إلى الفن؟ هلا هو طبعا أهلي يعني لاحظوا إنه أنا عندي دائما هالزاوية الخاصة، دائما اللعب الكذا كلها ألوان ومتطلبة. كانت دائما بدي أرسم بدي أرسم في كوان، يعني غير قصة اللعب في الكوان هذا لحالي أنا بشتغل عليه. حلو. عنا طبعا صديق أهلي كان رفيق شرف، فنان العظيم بعتبره أنا، هو كان أستاذي كمان يعني بالجامعة. قالوا له شو غير ترسم شو؟ قالوا أنا هيدي فنان، شو فنانة مفنانة، بابا محامي ماما أستاذي، يعني شو يعني تعمل رسم؟ قالوا إيه. ففاتت الفكرة براسهم، بس الحلو مش كتير يعني بأي معنى أنه رسامة. طب هيت أنا خليها تفوت تعمل مهندسة ديكور، يعني هن كلمة المهندس يعني بدون التايتل ويرسم مثل الكلام. انه يمكن بركي مهندس الديكور، يعني بدل في هندسة تعرف كله يا مهندس يا دكتور، هيدا الميجر لازم واحد يعني تفكير الكلاسيكي كان عنده. ما عندي عقل كمان ماتيماتيك وفلسفة، يعني بذات الوقت انا بقدر تنجح. هلا قبل شوي حكيت عن الرسم انه في ماتيماتيك طبعا وفي فلسفة، معادلة رياضية مخيفة. والدليل هالجمال اللي عم نشوفه بال، انا بدك تعمل توازن، توازن بدي اقول هالكلمة، ما بتشوف لوحة بتسقط، بده يكون اول شيء عندك فطرة قوية والتوازن مثل الكرة الأرضية، يعني الجاذبية كيف واقفة، عملية رياضية. نعم. نفس الشيء اللوحة. فحبوا بعدين وقت فتت على هذا المجال أهلك؟ لا، تسجلت ب أول شيء بابا حطني إنه بدو يعني محامية، اعتبرني أنا محامية اللي بدي هون الدراسة. المحامية فيك تعمل دراسة. لو رجعت نجحت بالفنون، بس كان غير لي الميجر، قال له لا فنان، يعني قلكم فنان، وما كان يقبل بالفعل. فتت بوزاي. حلو. يعني الفنون الجميلة. وقتها تخرجت ديما وعملت أول معرض لها، أنت خبرتيني إياها تحت الهواء كما يقال، قد كان داري وفي تشالنج إنك تعملي أول معرض لك وأنت حديثة التخرج، يعني حديثة العمل إذا بدك. أي صحيح. منير لأنه يعني كتير صعب أنت تطلع من الشيء الأكاديمي يلي بتاخده بالجامعة، بضله لازق فيك، بضلك خايف لأنه في أول شيء علامات. صح. أنا دائما بقول الجامعة مرات بتنزع. يعني مرات إذا واحد فطري عنده قوي وبقوله الأستاذ التزم بالقواعد، الفطري اللي هو أنا ما كان شغلي فطري يعني لا، بس صرت أكتر يعني كيف بدي أطلع أنا من هالشيء الأكاديمي، كيف بدي أخذ خطي. هي عملية الفن، عملية بحثية دائمة. أنا لهلأ ضلني عم ببحث، يعني ما بحس حالي بعد وصلت لشيء. هذا يمكن سر نجاحك. تخيل إنك واصل، يعني ما بقى عندك شيء تعمله. حلو كتير. أي حدا بيقول لك وصل، قل له لك أن أنت انتهيت. أنت بتعرفي قول الشاعر بيقول نوسع علمنا شيئا فشيئا، ومن قال اكتفى يعني خلاص تعلمت فهو الجهول. صح. فانا بايدك، انا دائما بردده هالبيت 100%. عرفت شيئا
وغابت عنك أشياء. صح. فأنا بعملية بحث دائم. كيف طلعتي من هالفكرة وقررت إنك تكوني متحدي وتعملي أول معرض لإلي؟ بعد سنة ونص يعني تتخرج وتعمل معرض، قلت إذا ما عملتها هلا ما حقدر أطلع منها، يعني خليني أخلص من هالمرحلة. لو شو ما كان. حلو. وطبعا كمان شجعني أستاذ رفيق إنه قال لي اعملي عندك تاتش. حتى لو كان بالأول زهور وبحر وكذا، كان اسمه زهور وبحر ما هيك؟ بحر أو بحر وزهور. بحر وزهور. إنه ليش لا طلعي فيها وبعدين بلشي خدي طريقي. ولذلك يمكن كانت هيدا جرأة إنه واحد يعمل بعد سنة ونص. وبعد منا بلشت بالكابلز، يعني في مراحل يعني للتطور، الكابلز بين المرأة والرجل، بعدين المرأة البسينة، بعدين بلشت بالوجوه، لأنه صرت أشوف إنه الوجه هو المعبر الأكبر عن مشاعرنا من خلاله، وبعدين الحرب. الحرب اللي هي كتير يعني أثرت فيك، عاشت منيح، هي أثرت بكل لبناني، بس أنت لأنك فنانة وبدك تعبري فهذا الشيء بفجر يمكن فيك أشياء مخبية. أزتني يعني لمرات بقولوا لي أنه بعد الحرب حتى أنه محلك يطلع، وين أنه نطلع؟ يعني إحنا شفنا القصف والدم والتشرد، بعدين إحنا انتقلنا من حرب لحرب، ما تنسي كل حياتنا حروب يعني حروب متتالية. أنا يعني ما فيني يعني كمان أرسم لك حدا قاعد على الشط وحط لك باراسول والزهور وكل يوم عنا مشكلة، يعني ما الفنان ابن بيئته. صحيح. كم مرض تستطيع إنك تعدي أو تحصي لديما فردي؟ يمكن فيك تعديهم، ولكن المعارض الجماعية اللي ما قدرت، لأنه كنت عم بقرأ عنك أنا، ما قدرت عدهم. أنت حفظتيهم جديا؟ لا ما حفظتهم. صدق ما قدرت عدهم؟ لا عديد الكولكتيف. لا ما ايه عم بحكي عن الكولكتيف. الفردية في شي 15 معرض فردي. ايه بس أنا بركز أكثر شي اللي عملتهم برا، يعني من الخارج. هون عملت تقريبا 4، بس ما تعملت هون أكثر، صرت أعمل برا. كان بدي أعمل، يعني حتى قبل كورونا حضرة لمعرض استعادة لألي واجت كورونا وقلنا بعدين. هل المعارض اللي بتقدر فنانة لبنانية، عم بحكيك بكل صراحة كلبناني وكحضرتك لبنانية، قد ايه بشارك هذا الأمر بالفخر شخصيا، وأيضا انك تكوني لبنانية وامرأة لبنانية كمان بصراحة تمثل بلدها في تلك المعارض وفي تلك البلدان، أدى هذا الأمر بيعطيك هيك من سلف استيم أو من الشعور بالفخر أو الراحة أو شو بيعطيك أو النجاح؟ هلا يعني عم تربط لي الفن بالوطن، هيك قصدك؟ عم بربط الفن بالشخص وبالوطن، يعني بشخصيتك وبشخصك وبالوطن. أنا بحب لبنان، وطبعا نحن ما بنترك لبنان، بس عم تسألني هذا السؤال بوقت بحز بقلبي. أنا مش هناك عم بسألك هذا السؤال، بحس بقلبي لا يأخذ منك هذا الجواب. بحس بقلبي هيدا لبنان اللي المتنوع الثقافة، الواحة اللي كانت كل العالم تجي فيها، يعني بالسبعينات كان كيف عم تحكي أنت باريس اللي هي يجوا الفنانين والمفكرين يعدوا يعملوا صراع فكري، يعني كان فيه يقعدوا يتناقشوا، كل واحد يطلع بفكرته، كل واحد يجي يمثل، يعني يتحدوا بعض بالثقافة والأفكار. ما بعرف هلأ شو عم تشوف يعني لبنان، يعني اللي وصلنا له أو اللي وصلونا فيه إلى هي الأفراد منها، هي بعده مبدع لبنان. حتى بتلاقيه إذا راح لبرا بتلاقيه أبدع فردي، بس كله شيء فردي حرام. يعني بس قلت لي انه دغري جاب بالي الوطن والفن وانا من هالوطن، وانا هيك اصدق. فما بعرف هلا بتحس بقلبي، ما بعرف قديش بدي اربطهم ببعض. يعني اجادنا نحن بعدنا بهيك بلد عم نقدر نقدم فن وثقافه، بس طبعا ما بيموت. يعني بتعتقد ما بيموت؟ بيروت ما بتموت ان شاء الله، لا لبنان بيموت ولا بيروت. بتعتقدي يوما ما انتو كفنانين وفنانات
رح ترجعوا تشوفوا لبنان اللي اعتدتوا عليه بالسنوات الماضية ما قبل إذا بدك الفساد وما قبل الحروب على أنواعها. هل ديما رعد بتقول يوم ما بيعود لبنان اللي شفناه قبل أو ربما الذي نطمح إليه حتى مختلف وأفضل؟ منير حيرجع لبنان تلك ما بده يرجع. نحن بأزمة كبيرة شيء إقليمي، هي مش بس منعكسة على لبنان، على المنطقة كلها يعني، فبدأ حلول آخر شيء هذا، مش حتضلها هيك. بس هو لبنان فعليا حتى لو قد ما هاجروا منه أو يعني عم بيهجروك يعني إذا بدك فيه عم بيقسوك إلا تطلعي، بس بده يرجع. طيب وأفضل مما كان إن شاء الله، لأنه ما في بلد في حضارة، لبنان في حضارة، والبلد اللي في حضارة ما بتموت. شوف البلدان اللي فيها حضارة كبيرة يعني تاريخية ما بترجع، يعني مرات تنزل بالشوت ترجع تطلع، يعني كل شوت بدأ لها يعني كل قمة بدأ يرجع في شوت بيرجع في قمة. نقول نحن كبوة بترجع بيطلع من هالكبوة، بده يطلع بده يطلع. بدي أرجع على السؤال اللي سألتك، أنت وقت كنت تمثلي لبنان وتمثلي المرأة اللبنانية والفنان اللبناني بهيك مؤتمرات ومعارض، شو كان يعطيك هذا الشعور حقيقي؟ كنت حس بمسؤولية كبيرة. حلو كي. لذلك أخذت شوي بوقتها لما كنت مثل، كنا نعمل أسابيع ثقافية نطلع فيها، أسابيع ثقافية بتضم مسرح، سينما، معارض طرب إلى جانب الفنون الشعبية، فكنت حس بمسؤولية كبيرة لأنه ما أتصرف ديما، يعني ما يعني ديما الفنانة كنت أتركها على جنب، فكانت تسحب من مقدرتي يعني بمكان ما أتعب. فلما كنت أرسم كون عم تاخد أكتر المسؤولية من وقتي، وحتى كمان لما رجعت تركت الوزارة 21 سنة أنا يعني بوزارة الثقافة. أنا حضرت بدي أسألك أنه أنت كنت رئيس دائرة المعارض بوزارة الثقافة من العام 93 حتى العام 2014، ومديرة شؤون السينما والمسرح والمعارض بوزارة الثقافة من العام 2011 حتى العام 2014. طيب أنا تفرغت بالجامعة اللبنانية. تمام، إلى جانب أنا أول شيء قلت أنك حضرتك دكتورة بالجامعة اللبنانية وأستاذة الفنون، عملك بوزارة الثقافة هذا العمل الشاق، وأنت بلشتي بوزارة الثقافة منذ نشأة وزارة الثقافة بال 1993. صح. قد ايه هذه أيضا مسؤولية، لأنه هذا مسؤولية مش بس فردية، أنت مسؤولة عن مثقفين وعن رسامين ونحاتين وما شابه. قد ايه هذا الأمر أعطاك مسؤولية وأيضا لتستمر يعني شغلة منا قليلة طيلة هذه السنوات؟ وزارة الثقافة لأنها حديثة متعبة، يعني كانت كنا وميزانيتها 0.01% لتشوف قديش نحن السياسيين عنا قديش بيقدروا الثقافة والفن. أبدا يعني 0.01% شو بدك تعمل مشاريع بالرغم من هالميزانية كنا نعمل، وبيقولوا لك وزارة سيادية وزارة غير سيادية منهم الثقافة، إنه ما السيادة ما تحكوني فيها لأنه مطلع مصاري. ما بعرف يعني كأنه بلشنا حديثنا أنه الفن هو كل شيء. أصلا شو لبنان بشو بيتغنى يا منير؟ أنا دايما بقول لا عنا اقتصاد ولا عنا زراعة ولا عنا يعني في عندك هالوزارة الثقافة هالمبدعين هالمفكرين وكل شيء عم يطلع فردي، يعني للأسف يعني هي وزارة لازم هيدا أكبر استثمار إلها بلبنان. صحيح. نحن شو عنا غير الإبداع والمثقفين وال عم نحكي نحن منارة. صح. منارة الشرق على الأقل ادعموا هالناس، بس إنه هيدي ما فيها مصاري ما حدا بيجي بياخذها، إنه مثل كأنه شي حرف ناقص وزارة الثقافة. ما تقربوا لي ما تعطوا لي اياها لهذا السياسي، لا خذ انت الثقافة. هي تدير بلد الثقافة، ما فيك تحس قديش خطرة الا لما تعرف شو قديت عزبت ديما لحتى تقدري تنجحي هالقطاع بالوزارة. كنا كتير نتعب وماديا ما في شيء، كنا نعمل من ولا شيء كنا نعمل بيانالات اسابيع ثقافية، كان في لوحات عنا هلا مجموعة كبيرة كان اخذناها من وزارة التربية سابقا كانت مخزقة بالحرب مسدودة الغبر عليها، رجعنا كل عملناها وارشفناها، مع كمان عملنا
شفناها حتى صارت على الكمبيوتر يعني كله توسع وحتى ما يضيع هذا الباتريموان هذا التراث طبعا لأنه هولي مكانهم الحقيقي هو متحف منير صح متحف حرام نحن الفنانين ما عندنا متحف للفن التشكيلي ليه ما قدرتوا ديما ليه ما قدرتوا مع مرور كل وزارة الثقافة مع احترامي لهم كلهم بس عندك مشال قدي ومرورا بكذا وزير ليه لم تستطيعوا انه تقنعوا الدولة انها تقيم متحف للفنون الجميلة اقله بي بي يعني باقل قدر من المال منير كل وزير يجري نحكي وكل وزير يجي سنتين ثلاثة اللي يكون عم بفكر لشيء يعني بدل ما يفكر بيكون خلص فقضيناها هيك يعني تفكير وفعليا ما كان منه هم هالهم في كان هموم اخرى ما بعرف شو هي بالبلد بس يعني نحن بلد الحضاره ما عندك فن تشكيلي يعني انا دائما بقول انه يلي ما بيحافظ على اللي قبله ما حدا حيجي يحافظ علينا صح لذلك كنا نطالب نحن الفنانين من 40 سنه متحف للفنون التشكيليه يا جماعه اي بلد بتروح عليه انت بس تروح على فرنسا على باريس وين بتروح اول شغله مش على اللوفر طبعا هيدا اللوفر قد ايه بيطلع لك مصاري جدا هن مفكرين انه هيدا شغله انه ما بتطلع لا الثقافه هلا صارت في شيء اسمه صناعه ثقافيه ان شاء الله يوم ما نقدر نوصل لهيدي الفكره اللي مسارح. انت فكرت فيها انت والفنانين وينعمل متحف وينعمل معارض دائمه قصد ضمن متحف او اكثر حتى بالمناطق لانه عم نحكي عن بيروت عم نحكي عن بعلبك لانه بعد ما جبنا سيره بعلبك وحضرتك من بعلبك وعملتي جهد كبير انت ببعلبك لحتى تعيديها اذا صح التعبير انت وغيرك لللائحه الفنيه واللائحه الثقافيه بلبنان هل استطعتي ذلك او تضيء على بعلبك هذا التاريخ العريق جدا ببعلبك وانت قلتي لي قبل المقابله في ناس يمكن ما بيعرفوا لبنان وانا على الخريطة بس سمعين ببعلبك بيعرفوا بعلبك بيعرفوا بعلبك لبنان ما مجتمعين فيه مرة يعني في دول ما كنا سمعين شو قدرتي تعملي لبعلبك ديما راد؟ حبيبتي بعلبك حبيبتي يعني أنا قلبي بيدمع بس أعرف إنه بعلبك يعني ما عم تاخد حقها تاريخ وحضارة وناسة صحيح ناس أهل بعلبك بالثقافة إذا بعدلك بين المثقفين من الكتاب على فكرة أنا من الأشخاص اللي بحب بعلبك كتير بس حتى تعرفي يا قلبي لا تتعب قلبك وحبك على طول بحبك هذه فيروز والأخوان الرحباني عدراج بعلبك مهم فبدك بدك العالم تعود عدراج بعلبك أنت طبعاً الكون واللبنانيين خصوصا منير ما في منطقة كبيرة سهل بيفتح قلبك يعني مكان أول شيء إذا سياحياً بتحركه بعلبك منها هيني استثمار كبير بيغطيك شفت هذا الدين كله اللي عنا إيه ممكن إذا أنت بتستثمر بعلبك سياحياً يعوض لك وبيعيش مش بس بعلبك والمنطقة وبيروت وشمال حلو هي بعلبك إذا بتعرف أهميتها لأنه ما يعني ما حدا يعني نحن ما بنعرف أهميتها حتى مرات يعني نحن ما بنعرف أهميتها عن جد يعني شوف الماي مثلا بس يجي كيف بينبهر بس أنت عملها منطقة سياحية مهمة هذا استثمار ضخم أنا ما عم بحكي كبزنس بس أنا لفرجي بلدي شو فيه طبعا مهمة ثقافيا أنت وحضاريا وجماليا يعني خدوا بعلبك خدوا صور خدوا شمال خدوا يعني يا عمي هدول اشياء عن جد استثمارات عنا انت ما تنسي درسي ماجستير اثار وانت من بعلبك بعد اثرتي بعلبك حتى لك انا وصغيره ما كنا نلعب بالحجار نشوفها حجار بس لا هي ما حجار بعدين بتطلع هي حضاره وتاريخ وثقافه شو هالضخامه تعال شوف كيف عاملينها كيف شغلينا كيف المنطقة كلها بهال ترواتان منا ألعب قدرت تضوي وتعيدي بعلبك على الخارطة الفنية والثقافية وأن بجهودك الخاصة ديما أنت وبعض الفنانين اللي عملته بال 2018 كانت خطوة ضخمة وكان عندي حلم أنه حول بعلبك لمتحف متحف كونتمبوراه معاصر إن كان تدعي الناس الفنانين بالأخص الفنانين
يستلهموا من هالمنطقة وروعتها وحضارتها وضخامتها تقعدهم ببعلبك تحدي كبير يشتغلوا ببعلبك تحدي كبير وعملت بعلبك حضارة يا جماعة تعالوا لنفرجيكم اياها فجبتهم من الصين أهم فنانين تاني بقى نجيب ناس مش إنه ولا جبت فنان أي فنان جبتين حاتين ورسامين أم فقط حاتين طبعا جبناهم 17 يوم كان ضخم يعني واجهتك مشاكل ولا لا؟ مع اتحاد بلدية بعلبك يعني تقنية كان في مشاكل تقنية أو لا كان كل شيء مسهل لا ما في كل شيء مسهل سنة ونص منير ونحن نشتغل لأنه أول شيء هيدا بده ماديات كثير ساعدوني من أهل المنطقة في كثير ناس ما بدي أذكر يعني لأنه إذا بذكر واحد شو ما تنسي حدا انسى حدا مع اتحاد البلديات عملتها وكان سهل رئيس اتحاد البلديات هذا كان كمان أكثر يعني مشجع وداعم سرع وداعم والمنطقة فوق يعني أحاط بتعيد التجربة ديما؟ اي طبعا أصلا لازم تنعاد أنا ما عملتها لمرة واحدة بس كنت عم بعمل عم بحكي ببعلبك بتعيد التجربة بعيدة ومش مرة واثنين وهذا لازم تنعمل كل سنة منير لحتى قلك ليه لأنه صحيح حطينا بس كان قليل المنحوتات يعني المنحوتات 10-9 منحوتات لا صحيح حطيناهم برأس العين بتشوفهم هذا كمان شغلة فأنت مرة على مرة لما بتعمل هيدا يعني أنت عم تعمل ثقافة إعادة ثقافة لرؤية فنية جديدة ديما أنت اليوم أستاذة بالجامعة اللبنانية ودكتورة بالفنون الجميلة بتعتقدي الفن المستمر اللي أنت مثل ما أنت تحدثتي بأول مقابلة إنه الفن مستمر طالما وجد الإنسان عندك أمل بهالفنانين الجدد إذا صح التعبير إيه طبعاً ليحافظوا على المستوى الفني وعلى المستوى الفن في لبنان طبعاً ولازم يكون عندنا أمل بالفنانين الجدد وفي فنانين عم يطلعوا عم بستغرب يعني يمكن كمان لأنه التطور وهذه الحرية والانفتاح والإنترنت لأنه في أشياء كمان عم تتطور ما عادت بس اللوحة قلت لك في مرات عم تتخطى قصة اللوحة لشيء كونسبتويال ولازم يكون عندي أمل بالفنانين الجدد ولازم ندعمهم يعني لأنه يعني هول الفنانين اللي عم يطلعوا أو عم بتشوف أفكارهم الجديدة عم تشوف مجتمعهم الجديد بصير تاخد وبياخدوا منك عم بصير يعطوكي كمان حتى أفكار طبعا في تواصل هن بياخدوا منك أكيد أنت استزدتهم كمان أنت بتتأثري فيهم طب في لغة الفن اللغة هي مشتركة فعندهم كمان أفكار جديدة يمكن يحكوا لك فكرة أنت من خلالها ما تكون منتبه لها تشتغل عليها صير أنت ويون عم تشتغل حلو أنا ليه بس بدي وقف بمحل واحد وقفت عليه قبل يمكن هني حفزوني أنا حفزهم لذلك بحس حالي أنه أنا كتير قريبة لهم أنا بعتبر التلميذ وخاصة الماستر البعتيون هو مشروع فنان مشروع زميل مشروع يعني خلص حلو. صار حلو. بمحل خلص. صار ما فيك تتعاطى طبعا حالي طويلة ما فيك تتعاطى بدك تعطيه أكتر شو عندك معلومات تكبله إياها وبعدين خلي يلاقي حياته يعني 100% فما ليش بدك تبخل عليه هذا الكلام الجميل جدا اللي سمعته منك على مدى أكتر من نص ساعة كنت بتمنى أنه ما يخلص ولكن دايما في نهاية للمقابلة أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء الجميل جدا والثقافي جدا والعميق جدا وبذات الوقت البسيط جدا لأن البساطة بالعمق والعمق بالبساطة أنا هذه بعتبرها شكرا لك دكتورة ديما راعد على هذا اللقاء لسامبي ستي في لابوتي وأنت كل السامبي ستي وكل البوتي أنت وأعمالك الجميلة جدا اللي أنا بقدرها وفادي صديقنا وحبيبنا بقدرها والمنصة تقدرها ونحن جدا سعيدين لانضمامك لأن من الكور أرتست بورد أرت كولكتر ومنتمنى أعمالك يشوفها كل اللبنانيين لا بل كل العرب نتمنى يشوفوا أعمالك مرسي
Mm-hmm.